إلا أن النص الثالث اللي كنا اتفقنا عليه اللي هو الإطراء غير المشروع ما توصلناش لحد الآن بأي مسودة أو اقتراح ديال مشروع في هذا المجال، وحنا كنأكدوا على ضرورة وأن هاد التشريع هو مهيكل وأساسي ومدخل أساسي لمكافحة الفساد. دون هاد النص فكيصعب أننا يكون عندنا إلمام وأننا نجعلوا منحنى ديال الفساد يتقلص. بالنسبة ما يخص التشريع اللي ولا مشروع متعلق بالمسطرة الجنائية وما يتعلق بالمجتمع المدني، يعني الموقف ديال الهيئة واضح، هو أن كيخص نكونوا في ملائمة مع الالتزامات الدولية ديال المغرب، والالتزامات الدولية ديال المغرب وخاصة مع الاتفاقية الأممية، فما يمكنش باش نحيو يعني الحق ديال المجتمع المدني في المساهمة في مكافحة الفساد. والرأي ديال الهيئة غادي يصدر في الأيام المقبلة، رأي تكميلي، لأن الهيئة صدرت رأي ديالها بخصوص المسطرة الجنائية، وكان تقرير اللي تم النشر ديالو، يعني تم النشر ديالو، ولكن حينئذ المشروع ما كانش كيتضمن هذه المقتضيات. كاين المقتضيات اللي تم الإدراج ديالها، والهيئة غادي تخرج غادي تصدر الرأي ديالها بهذا الخصوص، ولكن مبدئيا الموقف ديال الهيئة واضح، ما يمكنش باش المغرب يتنصل من التزامات ديالو. هو ما كي هاد يعني التبرير اللي مقدم هو ان ما كينحيش الحق في تقديم التبليغات الى هيئات اخرى، منهم مجلس الاعلى للحسابات او الهيئه الوطنيه للنزاهه والوقايه من النشوه. حنا كنعتبروا بان كيخص جميع الابواب تبقى مفتوحه امام المجتمع المدني.